سوريا يبدو أن كلمة السر هذه الأيام تكمن في إدلب، فإدلب وما وراءها من قوى دولية ممسكة منذ سنوات بزمام المبادرة على خريطة الحرب السورية تعيش حالياً أجواء من التنافس لنيل الكعكة الأكبر في سوريا ما بعد الحرب. ما بين السطور ربما يكشف ما في الخفاء من هذا التنافس، فتصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد تظهر جانباً مهماً لما يدور خلف الأبواب المغلقة بشأن الحرب السورية وما بعدها. فالممثل الرسمي للدبلوماسية السورية خرج من بكين ليصف الوجود العسكري التركي في إدلب وباقي الأراضي السورية بالاحتلال، حجر ألقاه وليد المعلم في مياه راكدة قد تتكشف تبعاته لاحقا. زارها مرتين في عام 2015، كانت المرة الأولى واليوم هي المرة الثانية، وبين التاريخين ليس 4 سنوات بل أكثر من ذلك بكثير بالنسبة لسوريا. حقيقة تترجمها تفاصيل الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية دمشق إلى العاصمة الصينية، زيارة يستحوذ عليها هذه المرة العامل الاقتصادي ولكن دون غياب الشق السياسي كذلك. تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتتواجد في مناطق هي أحق للجيش السوري أن يتواجد فيها. هل تتواجد لحماية جبهة النصرة وتنظيم داعش وحركة تركستان الشرقية الإرهابية؟ هذا سؤال يجب أن يطرح على الجانب التركي. ليس سؤالاً فحسب، بل هي شروط المرحلة الجديدة أراد وزير خارجية سوريا إيصالها وإسماعها لأنقرة. فالسؤال الذي طرحه المعلم يضع تركيا في مواجهة مباشرة مع روسيا وليس دمشق، وهنا تكمن العقدة. فموسكو الشريك السياسي المفترض بالنسبة لأردوغان في الشمال السوري وتحديداً في إدلب يبدو غاضباً ومستاء منه اليوم. نظرياً يجمع الطرفين في إدلب اتفاق تفاهمات موقع، تسقط تركيا من حساباته في فرضية تعززها تأكيدات نقلت قبل أيام عن قيادات في المجموعات المسلحة بشأن حصولها على صواريخ ومضادات طيران من تركيا للقتال في إدلب. قالت التحليلات حينها إن أردوغان يسعى لاختبار سياسة كسر العظم مع موسكو في إدلب بإصراره على دعم المجموعات المسلحة، ليأتي الرد في توصيف المعلم محدداً أنقرة بصفة المحتل والداعم للإرهاب. معادلة سورية لم تكن لتصاغ بهذه الطريقة من دون المباركة الروسية، فقبل أيام معدودة هددت تركيا على لسان وزير خارجيتها بالرد الحازم في إدلب في حال استمر القصف السوري على ما قالت إنه مواقع تابعة لها. وفي تهديدها حملت تركيا أردوغان موسكو بعدم الالتزام باتفاق إدلب وبعدم الضغط على دمشق كما يلزم، ضغط يبدو واضحا عدم قبول موسكو به وبشروطه، وفي يدها أوراق قوية تدرك كيفية استخدامها على رأسها الورقة الكردية التي أكثر ما يخشاها أردوغان. معنا لمناقشة هذا الملف من باريس الباحثة في العلاقات الدولية نسرين عبود، ومن اسطنبول معنا الباحث في مركز اسطنبول للفكر دكتور بكير أتجان. أهلا بكما سيدة أتجان وسيدة عبود. أبدأ معك هذا الحوار في طبعا تركيا. سيد أتجان، مرة أخرى مسؤول رفيع المستوى في سوريا يتحدث عن أن الوجود التركي في سوريا أصبح احتلالا. ربما هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الكلام سيد أتجان، ولكن ما خصوصية هذه المرة وما إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الأمر على السياسات التركية في سوريا؟ للأسف الشديد المسؤولين السوريين منذ فترة طويلة وليس الآن، يعني عندما هم يدعمون الإرهاب ويقدمون ما تحتاج إليه هؤلاء الإرهابيين في داخل الأراضي السورية ضد تركيا منذ فترة، منذ أكثر من 35 عاما وإلى الآن، والذين هم متواجدون إلى هذه اللحظة لا يقبلون بأن هي تدخل في الداخل التركي، وإنما يقولون هذه الشروط. ولكن إذا أخذنا بين الاعتبار بالنسبة للناحية التركية، طبيعي تركيا نعم متواجدة ولكن ضمن حدود واتفاقيات،
يعني الآن كما هو معروف التواجد نقاط المراقبة في إدلب وفق اتفاقية أسيتانا وسوشي، والدولة السورية هي مشاركة في هذه الاتفاقيات ولها توقيع على هذه الاتفاقيات، ليست بجديد. ثانيا والتي أهم، هي متواجدة لخفض يعني لخفض التصعيد وليست للاحتلال. وأيضا نقطة هامة جدا، يعني تركيا توجد لها حدود مشتركة مع سوريا 911 كيلومتر، فهذا يعني أمنها القومي مهم جدا. إذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه، فإذا التواجد الروسي، التواجد الإيراني والتي ليست لها حدود مشتركة، تواجد حزب الله، تواجد الولايات المتحدة، تواجد إسرائيل، تواجد فرنسا، تواجد إنجلترا. إذا لماذا هذا التصريح تأتي فقط لتركيا والتي لها حدود مشتركة ولها أيضا يعني مسألة مهمة وهي الأمن القومي بالنسبة لتركيا؟ هذه نقطة مهمة دعني أطرحها على السيدة نسرين عبود. اسمح لي سيد أتجا، نقطة مهمة سيدة نسرين عبود، يعني بالنهاية تركيا بالنسبة لها هذه الحدود تمثل عمق استراتيجي، ولأمنها القومي هي تقوم بما تقوم به أمنيا وعسكريا. لماذا تخصيص هذا التصريح فقط للوجود التركي؟ يتساءل سيد أتاجان. ماذا عن وجود ميليشيات حزب الله في سوريا؟ ماذا عن الوجود الإيراني؟ ماذا أيضا عن الوجود الروسي والفرنسي كما قال؟ أليست هي أيضا احتلال؟ أولا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. طبعا التوصيفات التي أطلقها السيد لديك من تركيا هي عارية عن الصحة، فلا يمكن لأي دولة تحت غطاء حماية أمنها القومي التدخل في شؤون دولة ذات سيادة والقيام باحتلال مدن سورية، باحتلال مدن سورية يعني هي خارج نطاق حدود تركيا. فماذا تفعل تركيا في سوريا؟ هي دولة محتلة، هي دولة إرهابية. يعني منذ توقيع اتفاق سوتشي والأستانا، وكما ذكر ضيفك بأن تركيا حريصة على مناطق خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلة، لأن تركيا على العكس من ذلك قامت بدعم الإرهابيين، قامت بتزويدهم بالسلاح، قامت بمساعدتهم على فرض وتوسيع مكان نفوذهم داخل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي هي يعني بند من بنود اتفاق سوتشي، والتي تلزم تركيا بحماية الأمن ويعني إزالة كافة مظاهر التسليح و ومحاربة الإرهاب. تركيا لم تلتزم باتفاق سوتشي، تركيا هي دولة محتلة دخلت إلى سوريا مخالفة كل القوانين والشرائع الدولية. حزب الله موجود في سوريا، روسيا موجود في سوريا، روسيا موجودة في سوريا وإيران، هؤلاء هم حلفاء للدولة السورية، دخلوا على الأراضي السورية بطلب شرعي من الحكومة السورية ومن الدولة السورية. أما تركيا التي قامت، اسمحي لي لو سمحتي أن أكمل الفكرة، تركيا التي قامت قبل اتفاق سوتشي وقبل توقيع يعني تفاهمات الأستانة مع روسيا وإيران، قامت بعمليات عدة يعني عسكرية، عملية درع الفرات ما سمته هي حسب التسمية التركية، فقامت باحتلال مدن مثل باب إعزاز جرابلس، هناك سياسة تتريك داخل هذه المدن، هناك العلم التركي يرفع فوق هذه المدن، هناك تعاون بين تركيا وبين التنظيمات المنضوية تحت راية تركيا، هناك تعامل بالليرة التركية، هناك يعني مظاهر تركية على أراضي سورية. فالدولة التركية هي دولة محتلة. وأنا أؤكد اسمحي لي فقط لأنه حتى يعني نعود بهذه الأفكار التي ذكرتها وبالمعطيات التي ذكرتها لضيفنا في تركيا سيد أتاجان. ذكرت لك السيدة عبود مجموعة من المعطيات، هناك تتريك أو سياسة تتريك للمدن السورية، التعامل بالليرة في هذه المناطق، هناك احتلال، أعطت لك مثال عن الباب وجرابلس ومسمار جحا في إدلب. ذكرت أيضا جملة وأعتقد أنه سيدة عبود هي مسؤولة عما تقوله، قالت تركيا دولة إرهابية، يعني هي تمول الإرهابيين وتدعم الإرهابيين عبر هذه الحدود. ما ردك سيدة تجان؟
أولا تركيا دخلت إلى درع الفرات وإلى المناطق وفقا على قرارات الأمم المتحدة المادة 51، وواضحة جدا هذا القرار في حال يعني أي عملية إرهابية يعني تحس أو أي دولة لما تكون لها خطر من أي دولة أخرى، وهذه الدولة إذا كانت غير قادرة على حماية حدودها كما هي الآن في سوريا، فمن حق الدولة الأخرى أن تحمي حدودها وتدخل إلى العمق على عمق كما هو متفق عليه بناء على البنود في المادة 51 واضحة جدا، يعني دخلت بناء عليها. ثانيا إذا كانت ضيفك كما تقول الضيفة عبود تقول بأن تركيا دخلت بدون، إذا لماذا إلى الآن هم الطرف السوري يوافق على هذه البنود؟ فهل تستطيع أن تذكر لي بندا واحدا دخلتها تركيا إلى داخل الأراضي السورية وبدون موافقة النظام السوري ولم توقع عليها؟ كلها موقعة هذه البنود. طيب 12 بند واضحة جدا. ثانية سيد أتجان لو سمحت لي فقط، هل تنكر بأن هناك مساعي تركية كما يقول البعض لتتريك شمال سوريا وضمه إليها يعني لاحقا؟ هل يمكن إنكار هذه المساعي؟ نعم نعم وبكل وضوح. لماذا؟ في تركيا أكثر من 4.5 مليون سوري من أصول سورية، العالم كله يعرف الآن أكثر من 70,000 تجنسوا أخذوا الجنسية التركية، أعطوهم الجنسية التركية. العالم كله معروف، القوانين العالمية والدولية معروفة تقول في حال تجنيس أي شخص من أي دولة أخرى يجب أن يتقن لغة البلد التي يلجأ إليها، يعني اللغة التركية. من أصل 70,000 ولا واحد منهم لن يتقن اللغة التركية داخل تركيا. لو كانت عملية التتريك تفعلها في تركيا ولا تحتاج أن تفعلها في مناطق داخل سوريا، هذه غير يعني هذا اشتغال بالعبس، هذه قمة الكذب والخداع والنفاق. إذن ألمانيا عندما تأخذ اللاجئين تفرض عليهم أولا تعليم اللغة الألمانية ومن ثم يجنسون. فرنسا، إنجلترا، جميع الولايات المتحدة، العالم كله لا يسمح لأي تجنيس أول أي جنسية إلا بالتعليم اللغة. إذا كانت هذه حاجة عبود. لماذا؟ نقطة هامة، عفوا باختصار. نقطة هامة أريد أن أذكرها. إلى الآن في ريف اللاذقية هناك يعني عدة أماكن تجمع لأورال ميراج أورال الذي يلقب بالكيالي والذي فعل عمليات قتل وإجرام عمليات قتل جماعي في بانياس وفي ريف اللاذقية، معه أكثر من 500 شخص الذين ذهبوا من تركيا ويهددون أمن واستقرار تركيا وبدعم نظام الأسد. إذن ما هذا التواجد؟ إذن أي دولة تساند الإرهاب؟ أي دولة هي مع الإرهاب؟ ما رأيك سيدة نسرين؟ هل يوجد معلش أنا أنقل كلمة الذين يقاتلون تحدثت بما يكفي. فضل سيدة نسرين، هل اقتنعت بالطرح الذي يعني ضيفك؟ تفضلي. يبدو أن ضيفك من تركيا يعني منفصل عن الواقع بعض الشيء، فتركيا لم تدخل إلى الأراضي السورية بموافقة الأمم المتحدة ولا باحترام القوانين الدولية، لأنه لا يوجد أي مادة من ميثاق الأمم المتحدة تسمح لأي دولة خارج حدود دولة أخرى بالتعدي على حدود هذه الدولة والقيام باستخدام القوة ضد حدود هذه الدولة والقيام بممارسات عسكرية وحتى ثقافية للنيل من سيادة هذه الدولة واستقلالها، ولذلك فهي تركيا هي دولة معتدية. بالنسبة لما تحدث عنه بناء التجنيس وضرورة التكلم باللغة التركية، أنت يا أخي يعني عن ماذا تتحدث؟ أنت تركيا موجودة على أراضي سورية ومحافظات سورية، فلماذا لغة التتريك وسياسة التتريك؟ هل أصبح الشعب السوري بحاجة للغة التركية لإعطائكم صيغة الشرعية بوجودكم على الأراضي السورية وأنتم دولة محتلة؟ هذا الكلام يعني منفصل عن الواقع تماما، وإلا وأنتم تتحدثون
بأن يعني هناك خطر عليكم وعلى أمنكم القومي، فلماذا لا تقوم تركيا إذن باحتلال مدن في الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي أمنها القومي؟ لأن الولايات المتحدة هي من تدعم الأكراد وهي من تساندهم وتتحالف معهم. إن كلامك يا سيد من تركيا يعني لا يلفي حقيقة بأن التركي هو محتل على الأراضي السورية ويدعم الإرهاب. هناك تعزيز لوجود جبهة النصرة، هناك آليات جديدة دخلت من معبر لوسين في لواء إسكندرون المحتل الصليب، 20 آلية عسكرية دفعتها تركيا إلى هذه المنطقة. تركيا هي دولة محتلة، تركيا هي منزعجة من عملية تحرير إدلب، لأن تركيا لا تريد القضاء على الإرهاب، بل على العكس من ذلك هي من تدعم الإرهابيين وتدعم جبهة النصرة، وقد زودتهم مؤخرا بالآليات الثقيلة وبالطائرات وبالصواريخ المضادة للدروع والطائرات. لذلك لا نتحدث عن الإرهاب وأن تركيا هي أكبر دولة إرهابية متدخلة يعني ومحتلة يعني لمدن سورية. يعني أنت ذكرتي أكثر من مرة بأن تركيا دولة إرهابية وهذا الكلام أنت مسؤولة عنه. يعني سيد أتاجان، يعني الآن أنت مضطر لمواجهة ما قالتها السيدة نسرين عبود، أعطتك بالأمثلة وبالمعطيات وبالدلائل في أقل من دقيقة. يعني في أقل من دقيقة في مثل بيقول يعني بيقتلوا القتيل بيمشوا بجنازته. يعني ال 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 الشعب السوري كله مشرد، الشعب السوري كله مقتول بالبراميل من طرف عصابة الأسد، هم الذين يقتلون ويشردون الشعب السوري. هل يحتاج هذا الشعب السوري أن يقتله جارة وتوجد في أراضيها 4.5 مليون وهم يعني لاجئين عندها؟ إذا كانت الحاجة تقتلهم في داخل تركيا ولا تحتاج لا، ولكن اسمح لي، لا يمكن تبسيط الأمر بهذا الشكل. سيد أتاجان، سيد أتاجان، لا يمكن معروف تبسيط الأمر. عصابة آل الأسد التي تضرب يعني هناك بالبراميل يوميا، هناك مسعى بشكل أو بآخر لتتريك هذه المناطق، لا يمكنك إنكار هذا الأمر. يعني لا يمكن تبسيط الأمر بقضية القتل وما قتل. سيدتي العزيزة، لو كانت تحتاج إلى التتريك تحتاج إلى داخل تركيا وليست إلى خارجها بالدرجة الأولى. الحديث بينكما أصبح ساخنا جدا، ولكن الوقت للأسف المخطط لهذه المقابلة هناك منطقة لا يوجد فيها معلمين، لا يوجد فيها تدريس، فلا بد الحاجة الملحة ربما تضطر بعد الحين والآخر. سيد أتاجان، سيد عبود، شكرا جزيلا لكما، أشكركما سيد عبود سيد أتاجان. يعني بهذه الطريقة لم نسمع ولا كلمة. يعني شكرا عموما لكما، عموما الحديث يطول على هذه النقطة. نسرين عبود الباحثة في العلاقات الدولية من باريس، شكرا. الباحث في مركز اسطنبول للفكر الدكتور بكير أتاجان، شكرا لك أيضا، شكرا لكما.